يقول المثل حمايه ما بتحب الكنه لو كانت حوريه من الزنه. فاهم اقول حمايه تحبني انا. شاهدتم في الحلقة السابقة كانوا أحلى يومين بيعمل كله أمد الحمد عمي خلال أحنا نشوفي ما تقدر تحكي يمكن غرست لكن صالة دوزة إيطان ثم نزرح تما عجبتني ما تقدر تحكي يمكن الحمد لله وينك يا عزريني وينك ضبعه وينك أمد يزدلك لا تحكي على أهلي لا تحكي على أهلي كيف يعني؟ يعني ام ريزا بتحكي؟ انا ناسا بتجذب عليك؟ طيب يا ابن عم اللي رايح صوتها تتصل وبتحكي مكالمات؟ حنان ما في مكالمات لا صوتها ولا وردة. رحم عتي مرة تقولي لأحمد انك بتحكي؟ بيسو هيت هادا بتحكي ابني هذا صوت مفبرك اعمل لعني يمكن طاقت ما تراث لك من الحال واسي بدي بسرعة مبروك ابني وايدك بكار الله أكبر الله أكبر ملاس وافر واحد في نيمار ابني ابنك نيمار شوفي امي والله صغلتي بالي ابني ابنك نيمار عطاك عمره لا لا دولية هو زينك لا دولية كيف مات امي كيف مات لأنه سرب ماية الرأس واختنق والداية حاولت تتلحقها بس عمرها خلصان يا ابني انت السبب بيمتني انت السبب ليش بقى عن السبب؟ قلت ليك نعم عن المسبق لو يخدينا كمان مات الصغير لأني ما بقى نلحق ناخد على المسبق يعني انت سلام بدها تولد معنا بالطريق اخ يا امي اخ هاي كمان اللي هتحطوه برابطي انت ومرتك لكن امي والله ما بحطل حالكي ما بحطل حالكي الله يبدو الله يبدو ابني العمار بيهد الله انا شو ذنبي الله يرحمك يا نيمار الله يخليك يا فكار فوق الزنة يا رب الحمد لله على سلامتك حبيبتي الله يسلمك يا ابن عمي
لا تزعلي، الله عطى والله اخذ. والله درى قلبي وزمان سميت الدنيا. لا تزعلي يا بنتي، نمر طير من الطيور الزني. الله يسامحك يا عمتي، بس لو خليت يا احمد ياخذنا على المستشفى ما كان مات الا صغير. يا حنان هذا نصيبنا، ما اخذ صنع عمره الله يرحمه. يلا حبيبتي انا راح اعمل لك اكل لانه لازم تتغذي منيح. والله مالي ناس اسم الهواء. حبيبتي لازم تفكر مشروط تاكلي منيح حتى يجيك الحليب وتشطعي. ايوه هذا الصح. انا ما بدي يا كتب زعلاني، نور الله مبسوط بالزنة. الله ما بقدر اتخيل اللي صار. حبيبتي الله يهده، لا اعتراض على حكمه. اللهم لا اعتراض على حكمك. اصبح فرديني على الابتسامة الحلوة. خلص حبيبي مثل ما بدك، الله يخلي لي اياكم انت وبكار. وانا كنتي وانت مرت عمي. يا بكار السلام، لكن عندك مع اهلك؟ طبعا حلو لانه يشبهني. لفيتي بكار بالعندها منيح ولا كل عادي؟ يا حماتي الدكاترة بيقولوا هتشتغلي غلط. شو من هلا نخنوه للولد خليه يتحرك براحته. هكبني كم مرة قلت لك لا تتدخل بشي ما بتفهموه؟ هالشغلات للنسوان وبس. حاضر يا ماما. حاضر. وانت التاني قومي اسري سنتوم وحطيه على دقونة بكار. يلا ليش امي؟ بعدين بصير ريحته مو طيبة. مو قلت لك لا تدخل بسخل النسوان؟ بس ليه تعطلتهم حماتي؟ لك حتى ما يصير معه بصفار لا سمح الله. هي لا سمح الله يعني سن التوم رح يمنع المرض حزه؟ ايه بيمنعه، الصغير ممنوع يسم اي ريحة مو طيبة. يعني التوم ريحته طيبة يا محمد؟ انت اسكت ابني ما بتفهم بيك امور. لك اسمعوا كلامي حتى نحمي بكار من المرض. ماشي يا حماتي، انت عالم فيك امور. طبعا عالم. وانت من بكرة الصبح بتاخد بكار عند ابو سعيد اللي مطهر وبتطهره. ليس كتير صغير يا مو حرام. لك يا فهيم لانه صغير لازم الله نطهره، اذا كبر رح يتعذب ويتألم كتير. امي والله ما يا قلب اشوفه هو بيبكي من ألمه. والله ما يا قلب. لك ولي اللي قالت لي مبارك ما يجاكي، خلاص انا باخده. أنا حبيتك لأنك حلو وجذاب وكتير أكابر. بس أنت ما بتعرفيني. بالعكس أنا بعرفك من زمان وحبيتك من زمان. يا روح قلبي أنتي، أنا من صوتك حبيتك. أنا بموت فيك حبيبي. بدك تعمل مقالب برفقاتك؟ حمل تطبيق تغيير الأصوات والرابط تحت بالوصف. هالبرنامج بيغير صوتك لصوت بنت وكتير أصوات تانية، وبتقدر تبعته على الواتس أب أو على الانستجرام أو على تويتر أو بأي موقع بدك إياه أنت. حملوه رح تتسلوا كتير. ياخدوا طريق إذا معي رفيقي. أي رفيق؟ رفيقي سعيد اللي كان أهله زيارتنا من زمان. صلى سعيد الكذاب؟ هو بذات أمي. إما تخليه يفوت ابني، هذا أنا مربيته. ماشي، وين حنان؟ بغير افتكال عادي، لا شغلي ولا عملي. هلا وقت هالكلام حزي؟ لك هلا خلصني روح فوت سعيد روح. تفضل سعيد، تعال خالي. تفضل سعيد، هون عندي. تفضل. السلام عليكم، لك كيفك حزي؟
رب العين انت. لك اهلين سعيد، كيف امك؟ لك والله يا خالتي ام احمد، والدي اعطيتي كاميرا من 5 سنين الله يرحمه. اكيد ابوك اتزوج مرة تانية ما هيك؟ ويعطوك كاميرا قبل الوالد حزين الله يرحمه. وخالتك فوزية شو اخبارها؟ اعطيتي كاميرا من 2 سنين كمان؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب عمتك زينب شو وضعها؟ رجعت من المانيا؟ عمتي زينب اعطيتي كاميرا من 4 سنوات حادث سيارة. يا لطيف، ليت اللي اختك شو عائله كمان ماتت؟ من 2 ونص ماتت هي عم تولد. والصغير؟ كمان اعطاكو نعمرو بعد امه بساعة. هاي ما بقي حدا من عائلتك غير انت. ايه والله بابو العين انت، صرت مقطوعة من سلسلة. والله الظاهر كلهم انزلطوا منك وماتوا. اوف، وليش خالتي؟ امي انكذبك. امي عيب ما بصيرك، سعيد ضيفنا. يا الله ما يضرب مرس امي ضيف، خلي الحزة تحكي اللي بدها. صار امي ايه طفل انت هيك بدك. خلي راحتك خالتي ام احمد، احكي علي زبيني شو ما بدك. يا حمار الله يخليك يا رب، بتموني حزه يا دب. الله يسلمي خالتي على راسي والله. يا بهيم الله يحفظك يا رب. روح الله يبليك بدم له دواء. الله يسلمي خالتي ام احمد، لك الله لا يسلم فيك ولا عظمي. بتموني حزه يا كذاب يا ابو حسين يا ملعب. يا تافه يا حيوان يا كور يا دحس. خلاص امي خلاص، ما في عيب يا عديم الاخلاق يا كيس زبالة منسح يا علي التربية. بكفي خالتي تضربي فرين، شو صار لك؟ هوب هوب امي شو صار لك؟ ما صار لي شي ابني، بس عم بفرغ طاقتي السلبية. طاقة شو؟ طاقتي السلبية، هيك قال الدكتور بالتلفزيون. هاي ما هي تفرغي طاقتك السلبية غير على راسي انا؟ لاني بعرفك دب وزلتك متمسح ومتعود على البدلة. يلا ينام يلا ينام ذبح له طير الحمام. يلا ينام يلا ينام ذبح له طير الحمام. يلا ينام بكورة اخطب له حلوة وأمورة. يلا ينام يلا ينام اذبح له طير الحمام. يلا ينام بكورة اخطب له حلوة وأمورة. يلا ينام يلا ينام. معقول انت متدوي 2 ومسكنهم مع بعض كمان؟ ليش مستغرب؟ لك مالي مستغرب، بس هالايام صعبة ويا دوب نلاحق الطلبات مرة واحدة مو لتنتين. الله بعين بكار وبو العين انت. ونعم بالله، بس انت كيف نظبط امورك مع التنتين؟ الله وكيلك بمسيهم مثل الالف. وهذا الموتو بيموتوا كل انت ما تصير 2. يالك والله عايز مبسوط وما حدا قدك. ايه لكان؟ لك الله وكيلك انا بعصب من كتر ما اني مطيعات يا زلمه. معقول؟ لك ايه معقول؟ ولا عطردوا خانقوني قالوا لي لا، عملوا لي شي مسك ليه ساكنوا مع بعض وقالوا لي اعوذ بالله من عمنا وتاج راسنا ومستحيل نخليك تنقهر او تعصب. والله ساعدنا اتجوز مرة تانية يا زلمة. ايه والله لا تكيف. كتير راح تكيف والله، لا يكرهوك عيسك ويخلوك الزين ما تعرف يمينك ولا يسارك. لك اهلين سعيدة والله، هي مستقلك والله. انا بدي اكتر وبالعين انت. يلا اسمح لي ابو بكار لازم امشي. اوف ليز، لك لسه الله زينة، لك لازم اروح البيت لانه صار وقت ضرب مرتي الجديدة. كيف يعني؟ لك انا معير الساعة كل ساعتين بضرب واحدة من نسواني. وليش تضربون؟ حتى ابقى كسر راسهم على طول. بس هي غلط يا صاحبي، هي النسوان هيك بدهم.
مفتوح. لك لسه ما وصل للسيارة طلع من البيت. انت اليوم ازلي عني، انا بكرة بزلي عنك. خلص خلص ما بدو طولي بقالك لتصبي، ربع ساعة بكون بالبيت. يلا الله معك. سمعت المكالمة، ما هيك بكر؟ خلوني الأخير، نسوان طلع عصير. بقول عين انت بكار. في الحلقة القادمة تشاهدون أحداث شيقة. بالنجاح لا تفكروا تحتكوا فينا، نحنا هون سياد الساحة وفينا نهدى بإيدينا، ما في حدا علينا كلن معنا ومنا وفينا، متابعيني أصل القوة ندعس الساحة برجلينا، ما حدا بيقدر علينا نحنا جنود الأرض، عنا أحلى متابعين نفرض احترامنا فرض، هيدا الدس إجرامي فعين عا كلامي، بتلاقيني ملك الساحة بيدم ما أرمي سلامي.